في يومنا العادي بنلاقي ناس كتيرة محتاجة فعلا وعندها مشكلة للخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. احنا بنحاول نساعدهم علشان يتجاوزوا التحديات دي والمشاكل دي بأفضل الطرق. خلال السنين اللي فاتت من أول ما استعملت الكرسي المتحرك تقريباً دلوقتي من 21 سنة، فمن فترة طويلة وعندي معاناة من أول ما استعملته إزاي أشتري كرسي متحرك مناسب ليا، ده من جهة. من جهة تانية الصيانة بتبقى صعبة جداً، فجاتني فكرة آي هيلب من الجزئية دي. يعني لو أي حد عايز يشتري كرسي أو يصلح الأدوات المساندة اللي هو الأجهزة التعويضية اللي هو بيستعملها، فهو بسهولة جدا يقدر يدخل على الويب سايت، عنده كوليكشن كبير يقدر يختار منه، وبشكل ميسر في حياتهم يتح لهم انهم يوصلوا للخدمات اللي هم عايزينها من شراء او صيانة الأجهزة المساندة وخدمات تانية متتالية بدون التعرض لأي استغلال. بداية الفكرة لما جاتني فكرت انه تبقى عن طريق استخدام التكنولوجي، والحقيقة فكرت اول حاجة انه لازم يكون من شركائي حد هندسة او خريج لي في الاي تي، وبالفعل بقى معايا 2 شركاء مهندسين ومتخصصين اكتر في الديجيتال وفي الاي تي. بدينا بقى نتجمع ونطلق الفكرة بشكل اكبر مع المنصة الالكترونية. بعد كده طبعا الفكرة، يعني التحدي اللي واجهنا اكتر كانت فكرة التمويل. في نفس التوقيت ظهرت مسابقة MBC هوب، والحقيقة ان انا عرفتها عن طريق تيدكس كايرو وومن، اعلنوا فيه عن انطلاق مسابقة مشروع عمل، والحقيقة انا كنت متحمسة جدا وخصوصا ان انا عندي الفكرة، وقدمنا فيها وكان ليا يعني فكرتي فازت باحسن 3 افكار مقدمة في المسابقة دي في 2017. حقيقة MBC هوب يعني متمثلة في مشروع أمل، ما المميز فيها أنه الجائزة ما بتنتهيش عند التمويل المادي اللي احنا بناخده، لكن MBC متواصلة معنا لحد النهاردة، ومن خلال التواصل مع MBC هي قدمت دعم كبير ليا ولكل الفائزات حتى بخلاف الجائزة المادية، من تدريب كان مهم جدا بعد الفوز، تدريب شامل عن ريادة الأعمال وكل الشؤون القانونية والمالية وإزاي نأسس شركات قوية، وده الحقيقة كان نقطة يعني مهمة جدا ومحورية في انطلاقي الخطوات الأولى. بعد كده طبعا كان في تواصل مستمر حتى النهاردة، في كل اللي احنا مثلا بيقف قدامنا بنرجع لهم وهم بيقدروا يكلموا المستشارين اللي تبعهم ويتواصلوا معنا. طموحنا وتخطيطنا لاي هيلب انها تخرج في السنتين الجايين من نطاق القاهره والجيزه، ده اول يعني ده في استراتيجيتنا اللي جايه، وبعديها ان شاء الله تخرج بره مصر وتكون متاحه في اكتر من دوله عربيه تانية. اي شخص عنده فكره مهما كانت بسيطه لكنها المهم انها تكون بتحل مشكله، يؤمن بيها على قدر ايمانه على قدر ما هتقدر توصل للمستقبل وتنجح. ف الإيمان بالأفكار هو اللي بيخلينا نوصل لكل اللي احنا عاوزينه.